هي هزيمة موجعة وقاسية ومفاجئة بالنسبة معناتها لنا نحن. أنا اللي نجم نقوله اللي ما كناش في نهارنا معناتها صحيح الطقس وكل مش عذر ما نلقاش الأعذار الملعبية علينا وعليهم. مرجان تبرقة عارفوا كيفاش يتصرفوا في المباراة على تلك مجريات المباراة. صحيح خسرنا الشوط الأول وما خلقناش فيه برشا فرص. الشوط الثاني على اساس معناتها كنا باش نستغلوا عامل الريح للاسف معناتها رغم معناتها لي كونسين اللي تعطيها الملاعبيه طونسيون في الدوزاج في اللي باس وما نحاولوش نطولوا ونهبطوا الكره في القاع. الملاعب يبدا يلوج في اقرب وقت يوصل فيه معناتها للجول. خسرنا في الشوط الثاني وكان معناتها الهدف اللي هو معناتها ضد مجريات اللعب حتى ولو انت في نص الملعب لكن ما فماش في كاسيتي الحقيقه معناتها اللي تظهر كون الشبيبه تنجم تربح ولا معناتها خلقت فرص صعيبه. هزيمه موجعه بالنسبه لنا لازم مراجعه معناتها الحسابات سورتو معناتها الملاعبيه. نهار تلقاهم معناتها في نهارهم ونهار لا عرفش التذبذب هذايا متاع النتائج ما يفرح حتى حد لا انا كإطار فني لا اداره لا جمهور وكل. حاولت انا معناتها باش نصلح ما يمكن اصلاحه. ممكن يلقاو فرصه معناتها في التغيير معناتها لعل معناتها يجيب نتيجه وكل. لكن اللي ظاهر معناتها كونه معناتها الجمعيه نتاعنا لازمها برشا معناتها مراجعه سواء في الانتدابات في الفتره الشتويه وزاده في الملعبيه معناتها نتاعنا لازم يقفوا على رجليهم ويعرفوا اللي مش اللعبه ذاك هو اللي مش يوصل ولا يخليك معناتها تكون انت ممثل لشبيبة القيروان. واضح سي الحبيب. سؤال اخير لهنا حسب ما معناه من كلامك انه حسيتك رميت المنديل وقلت يلزم التغيير تغيير على انا مستوى مش حكيت التغيير معناتها ولا رميت المنديل. عمري ما نرمي المنديل انا معناتها في ظروف كما هكا ما نخليش جمعي يعني موجود انا معناتها. لكن اذا الاداره وكل ترى فما حلول اخرى معناتها باش تنقذ الفريق عادي معناتها نكون انا معناتها المنسحب ولا اهم شيء معناتها نلقاو حل باش نخرجوا من الوضعيه هذه.